يعني عارفه انا المخ وانت العضلات، هو كده بقى. هو في روح بس مسمره، وهاخد المزه دي معايا، اللي هو مثلا انا في مشهد انا مستخبيه يقول لي انت حبيطه، خلاص انا كده حسيت. اهلا بيكي يا حبيبتي، تحيا مصر بجد. ميرسي يا حبيبتي، ومبروك على نجاح العمل. الله يبارك فيك. كنت عايزه اتكلم معاكي اول حاجه على باسم سمره. في الكواليس بقى بيتقال ان هو عصبي جدا في التعامل مع الناس تتكلمي بجد؟ بيتقال كده؟ انا لسه كنت بقول ان باسم سمره من الاشياء اللي هونت علينا الغربه، يعني من الناس اللي ابهاجه وروحه وطاقته الايجابيه ده. هو باسم سمره بيتضايق من الطاقه السلبيه. انت عارفه لو انا قاعده مثلا دلوقتي وعملت كده برجلي هزتها كتير، قولي وقفي رجلك، متوتره ليه؟ ما تطلعيش طاقه سلبيه ليكي. ده اكثر ما يميز باسم سمره خفه دم وروحه الحلوه. يعني ده جوزاء، ده جوزاء، مفيش الكلام ده خالص. لذيذ جدا، مبهج جدا. طب ما هو جوزاء بيقول ان هو مودي قوي، مودي. ده جوزاء من اكتر صفاتهم انهم دمهم خفيف، ده روحه حلو. ده بيتضايق باسم من الناس اللي طاقه سلبيه، ما بيحبش اللي بيفتعلوا مشاكل، ما بيحبش اللي يبقى طول الوقت بيتخطى. ده بيعلمنا التخطي، ان نشوف الجزء الحلو اللي في النص الكوبايه الحلو اللي في الموضوع مهما يحصل، مهما يكون. في الجروب مثلا بتاع انت العتاوله دمه زي العسل، عسل. موقف واحد، موقف واحد، مواقف، مواقف دمه زي العسل. يعني اصلا باسم ممكن يبقى هو حقيقي او بيحب يصدق، فممكن مثلا ايه هو عايز يوصل المعنى ده لاحساسه فيقوله في التصوير مره تيك عشان يحسه. يعني احنا مره احنا مشاهدنا مع بعض قليله، ففي مشهد المفروض ان هو بيجي مع مي كساب عشان يقولوا لنا ان مالك ده ابنهم، فبيتخانقوا معانا وبتاع. فالمفروض ان هو في المشهد بيقول ايه الحوار، انا المره الجايه انا خلاص اتاكدت ان ده ابننا وهاخد مالك معانا المره الجايه. فهو قال لي في المشهد وهاخد المزه دي معايا وهاخد مراتك معايا. طبعا كلنا ضحكنا فصلنا. فقال عشان خاطر هو عايز يعمل نظره بعينيه انه عجبته، انه يسرى عجبته، فيعملها. فهو على طول بيفك المعاني ان هو يقول كلام، انه يترجمه عشان ده عمل سكه في التمثيل مختلفه، انه يقول الكلام، يعني يعمل تيك يقول اللي هو عايز يقوله، يقول مش مهم انا كده هحس. اللي هو مثلا انا في مشهد انا مستخبيه يقول لي انت حبيطه، خلاص انا كده حسيت. افهمي، يجي بعد كده لما يجي يقول افهمي مره واحده تطلع منه حقيقيه. باسم سمره هو في روح باسم سمره. انا مثلا ده خامس مسلسل اشتغله معاه، لا سادس عمل، عملت معاه فيلمين الغابه وساعه شيطان، عملت معاه مسلسل صرخه انثى زمان، كنت اول اعمالي كنت طالعه مراته، والمره دي والعتاوله. هو اللي مهون علينا الغرب. باسم سمره خفه دمه دي اللي انتوا شايفينها على الشاشه اللي حبيتوها ولازمته دي ما تجيش 1/10 من الكوميديا اللي لسه جواه اللي ما طلعتش. ان شاء الله في الجزء الثاني تطلع بقى. طيب زينب العبد قطه العتاوله بقى. ايوه. انت قلت لنا ان هي انت امتك. ايوه دي صاحبه عمري زينب، صاحبتي. ازاي بقى هي ورا الشاشه الكوميديا والحاجات اللي بنشوفها بتاعتها؟ زينب دمها خفيف جدا زي ما انتوا شايفين، بس زينب باور جدا على الشاشه، يعني هي تحسها وهي بتحب شغلها جدا وبتحفظ كويس وبتبقى وملتزمه بشكل مستفز ومش صبوره خالص في موضوع انه انا يعني لازم تجهز قبلها بثلاث ساعات. باور فظيع. في الحياه بقى العاديه هي مش باور خالص، هي مأنتخه طول الوقت، طول الوقت لازم يعني نسميها زينب العبد. اهو هقول اهو زينب العبد، مش قادره اي جمله تدخلها زينب كذا مش قد، زينب انت ما قلتليش كذا مش قد، انا طلبت لك اكل معايا بس ما قدرتش، كسلت اقول لك، كسلت اعمل. هي طول الوقت مش قادره. فهي زينب اللي انتوا شايفينها باور دي في الحقيقه انتوا بتتعامل انها عندها 2 ايد واتنين رجل واتنين مخ واتنين عينين. العين الثانيه انا والايد الثانيه انا، يعني هي عايزه كذا جايزة. دي لدرجه انها ما بتعملش شوبينج، بتخليني اعمل لها شوبينج معايا. بس شايفين، شايفين القهر، شايفين القهر، تربيه سطره فعلا. يعني ايه انت الو انت فين؟ انزلت اعمل شوبينج يا زينب. طب ممكن تجيبي لي كذا وكذا وكذا، وعايزه فستان ابقى على ذوقك، بس عايزه البس فستان زي بتاع سعاد حسني مثلا، اعمل تفصيل مش عارفه ايه ايه. ممكن تخليني انا اكلم لها لو عايزه تفصل فستان هنا في مصر، انا اختار لها كل حاجه. يعني عارفه انا المخ وانت العضلات، هو كده. بقول لها زوزو، بس في اوقات تانية بقول لها طبعا زنيبو لما بقى عايزه ارخم عليها
اقولها زنيه بو، بس في العادي بقولها زوزو. زوزو وبوجي، بوجي ده شخصيه مهمه جدا في حياتها اللي هو الكلب بتاعها. طبعا هي بتحبني اكتر من بوجي وبتحب كل الناس اكتر من بوجي وبتغير على بوجي وكده، ففي ريليشن كده ما بينها وبين بوجي يعني اكيد هي تبقى تتكلم عنهم.